لي رئيشة كم يعني خو بخش. أعمل في مجال تعليم الخياطة بشكل تطوعي ولا أهدف للتربح من العمل هذا. أعلم الفتيات أساسيات الخياطة البسيطة. والله تقريباً وعدوا الصلاة. قضيت سنتين في عملي بهذه المنظمة، وقبلها كنت أعمل في منظمة أخرى حيث أحاول تعليم الفتيات الخياطة بأشكالها المختلفة، حيث تبدو مكلفة مادياً لو توجهت تلك الفتيات للخياطين الذين يعملون بالأجرة. نمتلك ماكنة خياطة وحيدة ونعمل عليها في الأسبوع مرتين، وقد تنسى الطالبات ما تعلمناه خلال هذه الأيام، فالطالبات يحتاجن لمكاين إضافية. أناشد الميسورين تقديم العون وتزويدنا بالمزيد من المعونات البسيطة لأتمكن من مواصلة التعليم. بابوي ماشي فيربن.